الخبر البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي. النهاردة في مقر القلعة البيضاء هيكون في اجتماع مهم جدا جدا مرتقب كمان، دعا عليه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاتخاذ عدد من القرارات المهمة. المستشار مرتضى منصور أكد أن الزمالك هو صاحب أكبر جمعية عمومية في تاريخ الأندية المصرية، بالتالي فهو بيأمل أكيد في أنه هو يحقق أحلام وطموحات أعضاء النادي. كمان شدت مرتضى منصور على ان هو ومجلس الاداره طبعا هيقوموا بالعمل باقصى سرعه لانجاز عدد من الملفات اللي سبق وتحدث فيها واللي بالتاكيد بيعد ابرزها تصحيح مسار الفريق الاول لكره القدم، من ضمنها كمان متابعته المستمره لكافه الملفات الخاصه بالقضايا المنظوره للنادي امام الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا.